مما بدأت ده السيدة أنجلينا جولي. وطبعا أنجلينا جولي هي ممثلة أمريكية ذائعة الصيد، تبلغ من العمر والله أعلم يعني 46 سنة حاجة زي كده، أو 47 أو 45، مش مستحب طبعا إن احنا نسأل أعمار النساء. طيب السيدة الشهيرة الفنانة النجمة اللامعة الأسطورة أنجلينا جولي عملت وأنشأت حساب على الانستجرام جاست فور وان بيربس، معذرة، فقط لغير، من أجل غرض واحد. إيه هو الغرض ده؟ هو إن هي استقبلت رسالة من امرأة أو شابة أو فتاة أفغانية بتنقل إليها أو بتعبر من خلال الرسالة ديت عن الخوف الكبير والرعب والهلع اللي أصاب النساء في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحرية في أفغانستان، وإن الحرية وقام الحريات و و أنت عارف طبعا الكلام ده كله، مش محتاج أنا أعيده عليك. يعني مش عارف يعني إشمعنى السيدة الأفغانية ديت يعني استهدفت تحديدا أنجلينا جولي، وإزاي بسرعة البرق في وسط وخضم الأحداث اللي بتحصل دي، والبلد أساسا تقريبا لم تع يعني لا نظام موجود ولا هيكل موجود ولا جيش ولا يعني إنك تقولي في رسالة، هي ما عرضتش رسالة باي إيميل مثلا إلكترونية، لا ده خطاب مكتوب بخط اليد، معنى كده إن هو اتبعت. خلاص ما علينا، اتبعت إزاي؟ زي ما اتبعت، المهم الخطاب وصل. السيدة أنجلينا جولي نقلت عبر وسائل الإعلام العالمية قلق المجتمع الدولي بشأن ما يحدث أو ما سيحدث أو سيطال الوضع الأفغاني. يعني خلي بالك كل ما حدث يعني كل واللي حيصيب المرأة الأفغانية ده يكون تاني، يعني هما الخطة بتاعتهم والقلق بتاعهم ماشي، مش عشان خاطر مثلا افغانستان خلاص اصبحت تحت سيطرة طالبان تحديدا، لا ده عشان خاطر التحرر اللي كان بينشدوا اليه، او ان هم التحرر اللي اوصلوا المرأة الافغانية ليه اصبح على وشك الضياع والانهيار. تخيل انت. طبعا الكلام ده لوت يعني ايه، الكلام ده شدني، لان بيقول لك 5 مليون متابع مرة واحدة في خلال ساعة زمن اتوجدوا على حساب الانستجرام اللي انشأته السيدة أنجلينا جولي خصيصا عشان خاطر الجواب ده تحديدا. انا متفق معاها ان المرأة في كل مكان هي تحتاج الى الرعاية والاهتمام. احنا عندنا الدين الاسلامي وعندنا الرسول عليه الصلاة والسلام في اخر خطبة لي الا وهي خطبة الوداع، وقالها حرفيا أوصيكم بالنساء خيرا. يعني إذا كان في وصيه أو كان في خوف أو قلق مطلوب إن هو يوجه إلى المرأة المسلمة في أي مكان في أي بقعة على وجه الأرض، فالمسلمين هم أحق به، لأن المسلمين هم أعلم ماشي بأمور النساء وكيفية أن تصان المرأة وحقوق المرأة. إحنا هنتكلم لو إحنا أنا ما بقولش إن إحنا يعني إيه بنغلطش ولا ان احنا او ان احنا يعني بنمثل النموذج المثالي البحت، لا انا بتكلم على ان النموذج الاسلامي في حد ذاته وليس احنا كاشخاص، النموذج الاسلامي لما بيطبق حرفيا اعرف ان المرأة هتكون في محفوظة ومصانة كما اراد الاسلام وكما اراد رسول الاسلام عليه الصلاة والسلام التسليم. نرجع نرد بقى على أنجلينا جولي، أنا بس عايز أقول لها حاجة واحدة بس، تقريبا أنا وإنتي والكل دي في لغة الأرقام، يعني سواء علم علوم أو علم رياضة أو أدبي، لغة الأرقام حتى تكون مفهومة يعني بما لا يدع مجال الشك. لذلك أنا إيه رحت على أجيب المعلومة وأشوف الإحصائيات بتقول إيه، أنا عايز أعرف معدل الاختصاب شكله عامل إزاي على مستوى العالم وانهي دولة او انهي دول تحديدا، وعايز بالاخص الدولة اللي بتتحدث منها السيدة أنجلينا جولي. وكانت المفاجأة يا سيدة الفاضل، انا طبعا حافظ
اللينك بتاع الإحصائية ديت، هو لينك طبعا معتمد يعني او حاجة زي كده، والارقام ما بتكتبش، وهتلاقي اكتر من موقع كلهم متفقين مع بعض من حيث الارقام. هتدخل وهتشوف بنفسك ماشي. واضح ان السيدة انجلينا جولي كانت في امس الحاجة انها تعرف عن قلق المجتمع الدولي وبالاخص المجتمع العربي المسلم، القلق بتاعنا بخصوص الوضع المتردي للمرأة هناك عندها في امريكا. ليه بتقول كده؟ اقول لك ليه بقول كده، لان الاحصائيات بتقول ان الدراسه شملت 118 دوله، امريكا بتحتل المرتبه رقم 14. تخيل امريكا اكبر دوله على مستوى العالم، امريكا بكل جبروتها وبكل علمها وبكل التقدم اللي هي بتحياه وبكل بقى ايه الحريه المنشوده اللي هي عايشه فيها واللي هي كانت عايزانا نعيش ونحيا تلك الحريه. الحريه اللي عاشتها امريكا دفعت ثمنها المراه الامريكيه، بس باختصار شديد باذن امريكا عشان تنال الحريه المراه الامريكيه دفعت الثمن غالي. ليه؟ معدل الاغتصاب وصل ان امريكا اصبحت بتحتل المرتبه رقم 14، وهذا رقم لا يستهان به. تخيل المرتبه رقم 14 من اجمالي 118 دوله شملتها الدراسه. طب انت هتصعق اكتر لما تعرف الدولتين اللي قبل امريكا، يعني اذا كانت 14 يبقى نتكلم عن الدوله ال 13 والدوله ال 12. ال 13 هي بلجيكا الدوله الاوروبيه المتحضره، و 12 هي دوله استراليا. وما ادراك ما استراليا؟ يعني الوجهه او القبله المنشوده للهجره، يعني الكل بيهاجر ويطلع هناك. اما المرتبة السادسة هي سيد الفاضل فحدث ولا حرج، فتحتلها السويد وهي دولة اوروبية في اقصى الشمال شمال الكرة الارضية. طبعا انا ذكرت امثلة من الدول المتحضرة، الدول التي تحيا في رفاهية تامة، الدول التي اعطت كل مقاليد الحرية للمرأة عندهم، ومع ذلك معدل الاغتصاب عندهم اصبح بشكل بني. عشان كده انا بقول لك دور بقى وشوف على الدول اللي المسلمه، بلاش نقول الدول العربيه، خلينا نقول الدول المسلمه. لو دورت على الدول المسلمه في القائمه هتجد انها ايه في زي القائمه، يعني الحمد لله. لو في حالات تحرش او حالات اغتصاب فالعدد بتاعها ضئيل للغايه لا يذكر، خاصه لما نيجي نقارنه مع تلك الدول. يبقى بيت القصيد هنا. معذرة في حتة تانية بقى ايه اهم من ده كله، يعني انا حاولت ان انا ارد على انجلينا جولي من خلال الارقام، ويا شاي السمين عليه اليومين اللي فاتوا حصل فيها حدث، الحدث ده لوحده كفيل ان هو يرد عليه. انا عمدة او حاكم مدينة نيويورك اندرو كومو، والبالغ من العمر 63 سنة. أندرو كومو أقامت بعض النساء الذين كانوا يعملون معه في مكتب حاكم الولاية، يعني النساء دول رفعوا قضية عليه واتهموه بالتحرش الجنسي، وتقريبا المحكمة خلصت إلى التصديق على تلك التهمة، وأصبحت التهمة يعني قائمة، والراجل أصبح متهم بالتحرش جنسيا. تحرش خلي بالك يعني على كلامهم هو ليست عمليات اغتصاب زي احنا كنا بنتكلم في الإحصائية، ولكنها ايه عمليات تحرش جنسي. إذا أنت بتتكلم على شخصية مرموقة، وعلى فكرة أندرو كومو أصبح يعني أكثر يعني الشهرة بتاعته كانت أكثر من الرئيس الأمريكي، خاصة من سنة فاتت لما بدأت انتشار الكورونا، وكان الراجل ده بيطلع على شاشات التلفزيون اون ديلي بيزس يعني كل يوم تحديدا عشان خاطر يطلع يقول الاجمالي الاحصائيات والاعداد وصل لكام. اذا خلينا نقول تاني، السيدة انجلينا جولي لو هي بتتابع الاخبار هتعرف بالظبط لنا، لان انا محتاج
اعتقد كان هيبقى له مستقبل سياسي، بس هو كان اتدمر مستقبله السياسي اتدمر. اندرو كومو ازاي يعني ايه اللي اجبره ان هو يلجا لموضوع التحرش الجنسي؟ ما انت عندك تحرر. الثمن كان غالي. يبقى نرجع ونقول شكرا انجلينا جولي انك انت عرضتي عن قلقك تجاه المراه في افغانستان، وازاي ان هي هتصبح تحت سيطره طالبان مقهوره ومنزوعه الحريه، يعني تقدر تقول ايه مفيش اي نوع من الحريه. للمره الالف انا مش بتناول الشهد الافغاني تحديدا، بس انا بتناول القصه من منظور او المنطلق الشهير بوليب اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. انجلينا جولي يا ريت تاخدي بالك من النساء في امريكا والسويد وبلجيكا واستراليا، ماشي، عشان خاطر الدول اللي انا عديتها دي من 1 لـ 14 هي موجوده، يعني الدول اللي على تحتل القائمه بتاعت الاغتصابات هم موجودين بقى من رقم 1 لحد رقم 14. اذا المفترض انت تتولي بنفسك القضيه دي وتشوف ازاي تقدر تحليها، لان طبعا اكيد انت مش راضيه عن المستوى المتدني اللي امريكا وصلت له هي والدول الثانيه المتقدمه من معدل الاغتصاب فقط لا غير. اتمنى ان انا ما اكونش اثقلت عليكم في لقاء النهارده، وان الحوار كان شيق او حديث السياره كان شيق النهارده، وان شاء الله نلتقي في لقاء اخر وحوار اخر وقضيه جديده من حديث السيارة. شكرا وإلى اللقاء، وأكون معكم.